والكارد فوتو كارد والفوتو بوك والتيوبو. هاي ازيكم عاملين ايه؟ انا وسوني النهارده هنعمل انبوكس للبي تي اس البوم. ليتس جو. جيمين فوتو كارد والالبوم نفسه والكومبات فيرجن والبوستر. انا اشتريته عادي من المكتبه هنا في كوريا فما حجزتش وكده عشان بس اخد الالبوم على طول. دلوقتي هفتح الالبوم عادي. الالبوم من ورا. هاي بيج هيت ميوزك. عايزه اقول حاجه عن البومات الكي بوب. كوريا عامله قانون عن في كوريا ان ما ينفعش الالبوم يبقى في مصانع بره كوريا. يعني الالبوم ده من كوريا، اي البوم كي بوب من كوريا. فدي حاجه عشان اقتصاد كوريا وكده، فعشان الناس تقعد تسال هو ده اصلي هو ده مش عارف ايه. اي البوم كي بوب هو اصلي، ما فيش اصلا مصانع كي بوب بره كوريا. فكده شوجر، معايا شوجر، وده السيرفي بلا بلا بلا، حاجات في ويفرز كده. والالبوم طبعا هو المسيرة بي تي اس على مدار السنين كلها، فهو الاغاني الهيتس كلها موجودة والالبومات القديمة. يعني دي الالبومات القديمة من اول 2013 لحد، بصوا كل الالبومات القديمة البي تي اس حاطينها في ال حد باتر وبي اخر حاجه. بجد شكله جميل قوي. دي اول حاجه. فمعانا ال انا خدت جيمين وشوجر، ومعانا هنا السي دي. هما زي ما قلنا 3 سي ديز برضو الهيت بتاعت بي تي اس كلها. سي دي 1 موجود فيه الاغاني بتاعت بي تي اس، فاير، نو مور دريم، بويز ان لاف، بلا بلا بلا، كل الاغاني الهيت، نمبر 2، بيرسونا، ستاي، مون، بلا بلا بلا. وعاملين برضو اغاني جديده غالبا، ده بتاع الاغاني الجديده بتاع لا ده اغاني قديمه برضو. انا سمعت ان هم 3 نيو سونجز، فام نوت شور بصراحه، انا مش ارمي يعني. بس ايه رست سي دي ديزاين؟ السي دي ديزاين بصوا الديزاين بتاع الالبوم اصلا حلو قوي بصراحه. ده كده الديزاين بتاع السي دي، شكله حلو قوي. و باك سايد هو سي دي عادي. وثلاث الوان مختلفه طبعا عشان الناس تعرف انهي سي دي 1 و 2 و 3. ده نمبر 2 مختلف لونه شويه، ونمبر 3 برضو جاي على جراي. والاغاني اللي في السيريز مكتوبه هنا، دي الاغاني زي اللي انا قلتها. اوكي ده بالنسبه للسيريز. all of the history of BTS before in this album. هنا بقى الفوتو بوك. انا عندي كمان التو كوردز باي ذا واي، واحده كبيره فهم ادوني ثلاثة كده، ادوني ثلاثة. ده ادهولي بره الالبوم وده كان جوه الالبوم الاثنين دول. اوكي الالبوم بقى نفسه في كده بوستر. ده بوستر كمان جوه الالبوم نفسه، في البوستر ده. وبره الالبوم ادوني البوستر ده، هفتحه لما نخلص الفوتو بوك. ده بوستر صغنن كده. اخر حاجه الفوتو بوك. فوتو بوك الديزاين بتاعه من بره عامل كده، ومن جوه بقى بيبقى فيه السي ديز فيها ايه، وفيها طبعا السونجز ليركس بالكوري اكيد. DNA, fake love, on dynamite.
Sugar and butter. It's gone. الطبيعي بتاع الكي بوب. هنا برضو اغاني الليركس سي دي نمبر 2. دي برضو الصورة غالبا ده البوستر بتاعي the same I think. برضو خدته ببلاش. الراجل قال لي عايزه بوستر، قلت له اه عايز بوستر اكيد يعني، فاداني البوستر ده. جبت الالبوم كلها، السي ديز والكاردز، فوتو كاردز والفوتو بوك والتو بوك.